لك عزيزي المشاهد انك تطالع اليوم الشباب بعضهم في بعض الانديه قاعد ياخذون هرمونات حيوانيه، هذه هرمونات قاعد تستخدم لي يكرم السامع والمشاهد الى الحيوان لتكبير حجمه لادرار الحليب مثل ما انتم شايفين صور بعض الحيوانات عليه. تخيل لما جسم الشاب قاعد يدخل فيه داخله هرمون حيواني، شنو الاضرار اللي قاعد تتم عليه على القلب على الكبد على الرئه على الامور كم وظائف جسم الانسان. هذه هرمونات بشريه بعضها وبعضها محفزات هرمون. هذا الهرمون اللي قاعد يستخدمونه حاليا في الانديه وقاعد يهمون الشباب بان عليه رمز MOH كويت، يعني وزاره الصحه في دوله الكويت. بضبطياتنا من خلال اداره تفتيش الادويه لقينا ان جميعه مهرب الى داخل دوله الكويت، ولكن يهمون الشباب بان هذا هرمون موجود من وزاره الصحه وقاعد يبيعونه باسعار مرتفعه. النصيحه يا جماعه ترى هذا هرمون، يا شباب ترى هذا هرمون، ما هو لعب، ما هو قشمره، صحتك بتهمنا وصحتك ما هي لعب. فكر في مسؤولياتك اللي حواليك، لما تاخذ هرمون وتدخله داخل جسمك قاعد يصير فيها اشتباه في اورام سرطانيه تسبب هذه الهرمونات ومحفزات الهرمون، ابتعدوا عنها.